التفاصيل اللي وقعت هي دابا حنا كما كلشي كيعرف عندنا حمله التلقاح ملي بدات ومع المغرب كنسبق ليها. عندنا كاع المستوصفات مقسومين على ثلاثه، حيت قسم الجرعه الاولى، القسم الثاني الجرعه الثانيه، مع كنخليو واحد الفضاء باش الناس اللي داروا الجرعه الاولى وهذا وقع لهم شي مشاكل كيبقاو بحال قاعه الملاحظه. اذا كيبقى لنا الثلث اللي كنبقاو خدامين فيه، كنديروا فيه الفحص الطبي، تلقيح الاطفال، وزن الاطفال، البرامج الاخرى اللي عندنا في المستوصفات، من سميتو تتبع الحوامل، تتبع الامراض المزمنه، الضغط والمرض السكري، ناهيك على الناس اللي كيكون عندهم شي امراض غادي خصو يمشي يفتح ولا هذا. اذا حنا كاين واحد البرنامج كيتسمى تتبع الاطفال، الطفل قبل ما كيلجأ للفحص الطبي كيدوز عند الممرضه كيتوزن. الاطفال اللي قل من 5 سنين، هذا برنامج كيعرفوه كاع الناس ديال قطاع الصحه. السيده الممرضه ملي طلبات من هذيك السيده اللي داخله هي وحموها ومعها بنت عندها 9 سنين وولدها بوحديتو اللي مريض غدوز، قالت لها انتم بكم 4 ما دايرينش الكمامه، خص ديروا الكمامه وداخلين انتم 4. في البدايه ب4 ما خصهمش يدخلوا كاملين، انا ما اظن. خصهمش يدخلوا كاملين، هما دخلوا لان حيت هما معروفين دابا عندنا في دار مولاي الشريف، هما بالنسبه لهم كيجيب لهم اللهم فوق القضاء، لان دائما الناس كيدابزوا معاهم وكي هذا. حنا مولفين ما نكذبش، لان مولفين كيجيو عندنا ولكن كيحترمونا. هاد السيده اشنو وقع لها ديك النهار ما عرفتش، لان ملي طلبت منها الممرضه بدات بكلام ساقط نابي، هزات الميزان ضربتها، كسرت المكتب، انا جالسه في قاعه الفحص حتى كنسمع الصداع الضجيج في المستوصف، خرجت نشوف لتفحص اش واقع، حتى انا ما سلمتش من التهديدات ديال هذيك السيده، شي كلام ما عمرنا سمعناه، وزيد تهديد، قالت لك بان هادشي واخا غتعيطوا للبوليس هادشي ما غاديش يوقف هنا، ملي غتخرجوا عاينوا راسكم اغتصاب من هذا، ما ندويوش هذاك الكلام اللي قالت. ما عمرنا سمعنا، دابا انا 25 عام ولا 26 عام وانا خدامه، ما عمرني سمعت هادشي. هي هذيك الشيء اللي اضطرنا نعيطوا للبوليس اللي مشكورين جاوا في الوقت الملازم، دخلوا اعتقلوا السيده، المهم داو السيده الاجراءات ديالهم. ملي كنتفاجئوا كنمشيو لعند البوليس باش دير الممرضه المحضر ديالها، الحق على الراجل الزوج ديالها مع وحده من العائله، هجموا على السلطه، صدقوا حتى السلطه حتى هما داعينهم، دابا الزوج وهذا معتقلين، بقات السيده في حاله سراح مؤقت، لان تقدمت هي والممرضه يوم السبت، عاوتاني تقدموا نهار الاحد على ما تدوز الجلسه، السيده في سراح مؤقت مع غرض. نفسيا لا ما غتنازلش، ونفسانيا ما نقولش لك من ديك الوقيته ما كتنعاش، خليك على البكي لان ولادها ما عارفينش، بالنسبه عندها هي ام الاربعه اطفال، امهم في حاله زعما لا تحسدوا عليها. خلي حتى حنا اللي خدامين في المستوصف ما بقيناش عارفين راسنا اللي دخل واش جاي يضربنا ولا جاي يدوز ولا رجعنا، ما عارفينش كيفاش نخدموا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.